ثم طبعا جاي شاشة حبيت ان انزل لكم مقطع جديد. طبعا امس نزلت مقطع جديد وما لقيت عليه اي دعم ولا لقيت اي تفاعل، زيرو تفاعل. خلال بس 10 ساعات يمكن جبت 10 مشاهدات، يعني كل ساعة مشاهدة واحدة، والمقطع هو 15 دقيقة وما في اي تفاعل، ما في اي دعم، ما في اي شيء. بس يلا عادي، انا ما بوقف اللي قاعد اسويه لاني احب اللي قاعد اسويه ويوم بواصل. الزبدة اليوم جالكم مقطع جديد كالعادة، ينزل حديد مقطعين في جمره. اليوم يا جماعة الخير عندنا تحدي ما قد حد سوى عليه ابدا، ما فتشت اليوتيوب كامل، يعني قاعد فتشت لفيت العالم كامل ما لقيت شيء. تحدي جاء في كل فجأة، انا قاعد اتأمل بأمان الله طب التفكير في قال جات الفكرة، ويب وقبل ما اكتب الفكرة خلينا ابحث عليها في اليوتيوب ممكن الاقي ناس سووا، بس يب ما لقيت احد سوى عليه، فيفرح فرصة اني اسوي عليها. المقطع هذا قبل الخير معطيكم 5 آلات ونحاول مع بعض كذي تحدي بسيط نعرف هل عليك ليش تستخدم. لا اطول عليكم المقطع وخليكم ويا المقطع. ويوم نيجي لأول آلة، صراحة اللي شفته ما يتفسر. أنا أظن إن هذا آلة والله ما أعرف، لحظة، كأنها آلة شواء مالتست. لو جينا نشوف، لا هذا آلة قهوة، ول 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 طلعت آلة قهوة، تخيلوا طلعت آلة قهوة، والله ديب ما كنت متوقع، أقسم يا مرة هاي آلة قهوة، يعني كأنها من كوكب آخر يا والله ديب شيك والله يب والله، يعني ما أعتبر ذا أعتبر أني جبت الإجابة من أول مرة ولا لا، أهم شيء يعني ما راح أحسبها لأني جبت أول الإجابة غلط. يب نيجي على الآلة الثانية، زبد أول آلة أنا غشيتها، كنت كاتب بالورقة اسم الآلة بس ما قريتها، قلت لا أقراها بعدين إذا الأمور صارت مستعصية. فهذا البرنامج يجيب لك الآلة وأنت تحاول تخمن إيش هي، إذا ما عرفتها تقول لي أظهر الإجابة صحيحة. فأنا حاولت إني أجيب لكم الصورة، ما أقدر أصور البرنامج عشان الكمبيوتر مالي أبو كلب، فيب جبت لكم الصورة بس قبل ما أجاوب على الأسئلة قبل كل شيء. فغشيت في السؤال الأول، أعترف ما تحتسب لي. نجي على الآلة الثانية، واتس رونج. صراحة أنا مصدوم من اللي شفته، شوف حجم الآلة بس أنت، يعني لو تعال شغل تحريات، لو قلت مثلا إذا هي آلة صبغ مثلا، يعني لا يا حبيبي شوف التركز، ركز على الصورة. لو شفت الصورة فيها كأنها ورقة، أظن أنها طابعة، يعني يبقى أظن أنها طابعة. والله ما عارفة والله أغش ولا لا، حاول أقول لا ما كذي ما بيصير تحدي يا حمد، امسك نفسك بس شوي. لحظة الحين يبقى نقول آلة طباعة، انا اقول آلة طباعة، خلاص ثبت آلة طباعة لانه شفت الورقة والحبر والكلام هذا، آلة طباعة يب يب اخيرة، خلاص بس سكر الماء احضر قفل. صراحة الآلة طلعت يعني آلة كتابة يعني، ولكن هي آلة طابعة، يعني تعتبر انها طابعة، يعني آلة كتابة يعني ولكنها طابعة يا اخي، والله ما ادري. لا صراحة أنا جاوبتها الصراحة، مسار الطابعة ولا كتابة، هي في النهاية آلة تكتب وتطلع لك حبر، في النهاية النتيجة نفس النتيجة، لها خاص لها علاقة بالحبر، خلاص إذا الإجابة صحيحة. نجي على الشكل أو الآلة الثالثة وخلونا نشوفها من الصورة يا حبيبي، فكرنا أغبياء، شيء تافه جدا، سؤال تافه جدا، أكيد مخدة، يعني شو بقول لك عشانك حاط لي أزرار، بقول لك لا جهاز تحكم فكرنا اغبياء لهي الدرجة. لا 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 لا، الهرية معروفة الآلة، او هاي موالة، هذا شيء غرض، فيب ما اعرف شو دخلها في الموضوع، بس هذا مخدة، جواب اخير وثابت ما يتغير، مخدة
شو تبغى اقول لك؟ ريموت يعني عشان ازرار مسخره هي. يب اثبتها مخده. يب يب خلاص بس وطب الاله طلعت، طلع ريموت كنترول. تخيلوا والله الزبط، ماني متوقع، اقسم بالله ماني متوقع. طلع ريموت كنترول تحكم. يلعن ام الهرجه يا شيخ، والله ما خلينا استعباط بالله عليك. شكلك تقول لي ريموت تحكم، والله مش عارف شكل المسيل البرنامج مضروب مخه ولا عمي. يبقى يقنعني انه ريموت يا اخي عشان ازرار الاجابة الزبد خطأ، او انه ريموت تحكم. اوكي اعتبرها خطأ، ولكن انا خدعني الشكل، انا مظلوم والله، الشكل خدعني. بس يلا عاد الخامسة والاخيرة وزبد، خلونا المرة على الاقل نجيب نقطتين من هذا التحدي، على الاقل نجيب نقطتين. اوكي فيب نجي على الثالثة. شو الآلة الثالثة؟ عنم الكرينج، عنم التكليج، اخ بس كهرباء. الآلة الأخيرة الخامسة، الخامسة عفوا عفوا عمي تكليج، الله يقرفك يا أخي فضحتنا زمد. يا جماعة مخي مضروب، أو إن الآلة الثالثة أو الخامسة يا أخي أقسم بالله مضروب مخي. الرابعة، الرابعة حول قوة إلا بالله. والله أنا أمس عارف إن السهر بيجيب لي مشاكل، ما متعود السهر يا أخي. ما علينا، الآلة اللي قدامكم كأنها مطحنة، والله ما أدري، مطحنة طاحونة تطحن حبوب. بس لو تشوف تحت في دعاسة، ما توقع أنها مطحنة، تخيل كانت مطحنة، أو نقول مكيف. مكيف طلع لي في في مكيف كذي. لا 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 لا، هذا حيرتني والله. اقول اجابة اخيرة وثابتة، مكيف. يب اتمسخر. اجابة اجابة ثابتة، اهل الجزء عشو تدخل يا حمد شم الغباء. اقول شيء والله الالة شكلها والله الالة غريبة. احنا لو تعالوا نحقق، تعالوا نحقق لو نشوف التفاصيل. لو شفت انتو عرض لحظة، احنا لو متذكرين ان البيانو في دعسة، في زي الدعسة زي حق البنزين. اوكي انت لو شفت الدعسة حق البيانو، في تحت دعسة عشان البيانو يطلع الصوت. فانا اقول، ما اقول انها بيانو، ولكن اقول انها شيء له علاقة بالموسيقى يعني. لا 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 مسخرة، راح تحريت ابو كلب ما تنفعني. اقول مطحنة اجابة اخيرة، ثبت الاجابة خلاص. بس يلا نشوف الاجابة الصحيحة شوية. يب خلاص ثابت خلاص ما غير. يلا يب يلا نشوف. طبعا اول حمار على وجه الارض كان من القابي التي حصلت عليها اليوم، لان الاجابة كانت آلة موسيقية. كنت قلتها قبل شوي، قلت آلة موسيقية في الاخير طلعت، بعدين قلت طاحونة، طلعت آلة موسيقية. ف والله حظ وسخ. اخ بس طبعا في نهاية الفيديو، وصلنا لنهاية الفيديو، اذا وصلت لهذا اللحظة اقول لك شكرا انك وصلت لهذا اللحظة ولهذا النقطة. اذا عجبك المقطع لا تنسى تدعمنا باللايك، واشترك اذا ما كنت مشترك بالقناة، وسوي شير وخلي الكل يعرف هذا التحدي. نبغى هذا التحدي ينتشر بالعالم وياخذوه مننا الغرب، لان احنا اكثر مرة نقلد الغرب. فانا بحثت في اليوتيوب كامل ما لقيت لا غرب ولا عرب مسوين على هذا التحدي. فيب نبغى الغرب يتعلموا مننا، مش احنا بس ناخذ منهم نسرق. كل الشعب سارق كلنا احنا الصراحة، اكثر العرب ناخذ من الاجانب وتطور الفكرة، بس هذا احنا. لكن مش يعني فكرة الفيديوهات بس. فيب انا بكون اول عربي اخترع هاي الفكرة، وليه الشرف يعني. يب انشروا ام المقطع، وعارف ان الدعم مالي طايح هذا اليومتين بسبب كذي وكذي، فالدعم طايح جدا جدا، مع اني يعني
قاعد اتعب المقاطع تعب صح، وقاعد اسجل مايك مال تليفون مال سماعات مايك ابو كلب. بس يب ادعمونا، اشتركوا بالقناة. بس اذا ما تبغى تدعمنا عادي، هذا الشيء راجع لك. في النهاية انا ما قاعد اسوي شيء يعني عشان مثلا او والله انا ابغى احد يدعمني، لا ما حد يدعمني بوقف، لا انا ما بوقف، ولان هذا الشيء انا احبه واستمتع فيه صراحة. انا قاعد اسوي هذا الفيديو استمتعت جدا جدا وما حسيت باي ملل، بالعكس. لان دام طالما انت الشيء، لا طالما دام انت تحب هذا الشيء تحب انك تسويه، فاكيد راح ما راح توقف حتى لو ما لقيت دعم، راح اتواصل. والتوفيق دائما كله جاي من الله سبحانه وتعالى. وبس اذا وصلت هذه اللحظة لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك القناة وفعل جرس الجرس، وتابعنا على الانستغرام، بحط لكم رابط في اسفل الوصف. واي فكرة جديدة تحبون تضيفونها come here in my instagram. يب لا طول عليكم. طبعا هذا المقطع ما خليت فيه اغاني ولا موسيقى عشان اذا في ناس يعني مثلا طوعين شي شيوخ ما يتابعونه ولا كذي، ما تخلي نشر الفساد ولا نكسب الاثم. فيب يا يلا، انا عندي مقاطع قبل فيها اغاني، ولكن يعني والله صراحة بس الزبد اقول لكم الزبدة باختصار، انا ما سويت اغنية ولا شيء عشان مونتاج وكذي، يبغاني اروح على برنامج مدري شو واسوي انترو واسوي حركات دي. سويت يا اخي شيء بسيط تقدر اي واحد يعني يسويه، العب سجل وانتج وخلاص. بس ما في داعي نسوي مقدمة وشي، المقدمة في المستقبل. فانا حبيت اخش بالموضوع على طول، ما اطول عليكم، اكيد طولت عليكم 12 دقيقة. يب نعم انا مش زعلان على المقطع الاول اللي نزل، لانه الدعم نزل 160 درجة. المقطع 15 دقيقة واللي دخلوا معظمهم هم اثنين، والاثنين هذول بس شافوا دقيقتين وطلعوا برا. ف 15 دقيقة وشوف دقيقتين، حرام عليك يا ابني، شوف على الاقل 10 دقائق 5 دقائق. ترى تعبت انا، وبعدين قاعد اسجل بمايك ابو كلب، يعني علش يعني شوي نتطور مع الايام ان شاء الله نتطور. فلا اطول عليكم، اذا كنت مشترك اشترك، شو اللي اذا كنت مشترك اشترك، استغفر الله. اهم حاجه لا اكلج فوق ما انا مكلج، خلاص لا عاد افصل عليكم، بس خلاص بس قدر ما فاصل من نفسي خلاص. السلام، يلا سلام، بيس.